السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال سنة رابعة حبايبي، أهلا بيكم في سيشن جديد من سيشنز الحل. إحنا بعد ما أخذنا ليسن 1 الدرس الأول من يونت 5 من الوحدة الخامسة، فالنهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين الدرس. طيب إحنا هننزل كده الأول هنا، وبعد كده هنلاقي التمارين على طول بدون نص ليسننج بدون حاجة، فهنبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحل مع بعض سؤال الماتشنج، سؤال التوصيل. أول حاجة بيقول لي a plumber السباك fixes السباك بيصلح. يا ترى لما نبص للعمود B the trash the pipes making things work drives the bus teaches at the school. طبعا a plumber السباك fixes the pipes بيصلح المواسير. Number two an electrician الكهربائي loves بيحب طبعا making things work جعل الأشياء تعمل، بحب إنه يخلي الحاجات تشتغل. Number three a garbage collector جامع القمامة collects بيجمع the trash trash يا أولاد اللي هي القمامة، جامع القمامة بيجمع القمامة. Number four the bus driver سائق الأتوبيس طبعا ده راجل ده drives the bus بيقود الأتوبيس. ده بالنسبة للسؤال الأول. هننزل تحت على سؤال reorder سؤال الترتيب، المفروض ان احنا بنكتب الجملة مترتبة. job which most interesting is he. طيب انا لما ابدأ ب which هتبقى which job اي وظيفة، لان الاداة which بيجي بعدها اسم. which job اي وظيفة بعد اداة الاستفهام هنجيب الفعل المساعد is which job is، وبعد كده هقول له the most interesting. طبعا interesting من الصفات الطويلة اللي في الدرجة الثالثة، بحط قبلها the most interesting. which job is the most interesting يعني أي وظيفة هي الأكثر تشويقا. number two بيقول لي driver B want a bus I too. طبعا I أنا عندي want to be يعني يريد أن يكون معروفة كده want to be I want to be I want to be أنا أريد أن أكون. وبعد كده هقول له a bus driver طبعا bus driver اللي هو سائق الأتوبيس I want to be a bus driver. forgot I out to take the trash كان عندنا جملة في الدرس بتقول I forgot أنا نسيت to take out the trash I forgot to take out the trash أنا نسيت أن أخرج القمامة. هنيجي بعد كده سؤال رقم ثلاثة اللي هو سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. أول سؤال بيقول طيب if you have a problem with pipes لو في مشكلة في المواسير in your house you need هنحتاج إيه وقتها؟ مشكلة في المواسير يبقى أنا هحتاج plumber السباك، أنا مش هحتاج الإلكتريشن ولا الميل كارير ولا الباس درايفر. بعتذر جدا على صوتي بسبب نزلة برد، فالله المستعان. نمبر 2 بيقول لي a mail carrier ساعي البريد delivers بيوصل، الراجل ده بيوصل اكيد مش هيوصل الفاسيتس ولا التراش ولا الكارز، هيوصل البارسلز الطرود. نمبر 3 I want a mechanic طبعا want to be يا ولاد want to be يريد ان يكون، خلي بالك اعرفها واحفظها want to be يريد ان يكون I want to be a mechanic اريد ان اكون ميكانيكي. نمبر 4 بيقول لي when dad a young he wanted to be a doctor. طيب انا بتكلم عن وهو صغير، فانا بتكلم ماضي، فطبعا مش هقول از كده كده dad ما تاخدش am او where. dad الاسم المفرد هياخد از مضارع هياخد was ماضي، فانا طبعا هقول was. when dad was young he wanted to be a doctor. هننزل تحت هنا على القطعة، القطعة بتقول لي all jobs are important there are many workers that help us كل وظائف مهمة في عمال كتير جدا بيساعدونا. A mail carrier delivers your parcels ساعي البريد بيوصل الطرود. An electrician fixes sockets الكهربائي بيصلح السوكتس اللي هي المقابس. A garbage collector collects the trash جامع القمامة بيجمع القمامة كل وظيفة. Sometimes it's wet and messy أحيانا بيكون المكان مبلل وفوضوي so we need a plumber فبنحتاج السباك to fix pipes علشان يصلح المواسير and faucets والحنفيات. a bus driver
سائق الأتوبيس is the most interesting job. وأكثر وظيفة تشويقا. He drives people to many different places. بيوصل الناس لأماكن مختلفة كتير. And helps a lot of people. وبيساعد كثير من الناس. All these workers, كل هؤلاء العمال, should work together. يجب أن يعملون معا. To help people, علشان يساعدوا الناس, and make their life easier, ويجعلوا حياتهم أسهل. طيب, number one, we need, إحنا محتاجين إيه يا ترى؟ To fix pipes, علشان يصلح المواسير, and faucets, والحنفيات. فأكيد هنحتاج البلومر, السباك. Number two, بيقول لي the word, كلمة إيه, in the text means garbage. في كلمة كده في النص معناها garbage. طبعا كلمة garbage قمامة, فهي نفس كلمة trash. trash اللي في النص معناها garbage. بيسألني بعد كده بيقول لي what does the bus driver do. طيب هو الباص درايفر بيعمل ايه؟ هلاقي الإجابة هنا, he drives people, بيوصل الناس to many different places and helps lots of people. طبعا الإجابة بتتاخد وبتتكتب يا حبايبي, ما بنعملش زي ما انا بعمل كده, بس انا علشان الوقت. نمبر فور بيقول لي هو, لازم اكون عارف ادوات الاستفهام. هو من, هو collects the trash, مين بيجمع القمامة. طبعا الاجابة هنا في السطر الثاني, a garbage collector collects the trash, جامع القمامة بيجمع القمامة. تمام, هننزل تحت هنا سؤال punctuation, do you like being an electrician. طبعا انا عندي البنكتويشن, ببدأ الجملة بحرف كابيتال, همشي على الكلام كله كده, يو عادية, لايك عادية, بينج ان الكتريشن عادية, لكن في الآخر هعمل كويستشن مارك, أنا بسأل دو في الأول يعني هل. بعد كده قال لي اكتب باراجراف على الديفرنت جوبس, على الوظائف المختلفة, وأذكر فيها الميل كارير بيعمل إيه والإلكتريشن بيعمل إيه. طبعا هو برغم إن إحنا هيكون عندنا سيشن خاص بالباراجرافات, ولكن تعالى كده بسرعة نقول باراجراف مهم زي ده هنقول فيه ايه. اول حاجة هقول there are, ببدأ جملة عامة, there are different jobs, توجد وظائف مختلفة, وممكن اقول له all the jobs, كل الوظائف are important, مهمة. حلوة أوي البداية دي, there are different jobs, all the jobs are important. بعد كده ابدأ أقول مثلا a mail carrier, ساعي البريد, delivers, بيوصل, letters, الخطابات, and parcels, والطرود, an electrician, الكهربائي, loves making, بحب انه يجعل, things, الاشياء, work, تعمل, ما تكتفيش, كمل, a plumber, السباك, fixes, بيصلح, pipes and faucets, صلح المواسير والحنفيات, a garbage collector collects garbage أو trash عادي. عايز تكمل الوظيف أكتر, في طبعا عندنا ده paragraph صغير على different jobs, الوظائف المختلفة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. Thank you for watching. شكرا جدا للمشاهدة, شكرا ان البطل كمل الفيديو معايا للآخر. أتمنى انك تكون مجاوب على الأسئلة دي بشكل صحيح قبل الفيديو. إن شاء الله السيشن الجاي هندخل مع بعض على listen to الدرس الثاني من unit 5, وبكل أسف هقول لك دلوقتي خلاص خلصنا. سلام, goodbye.